أطلقت شركة أبو عودة إخوان منتجي أرز مندي حملة بعنوان مشروع شيف مندي، وذلك في المدارس الإنجليزية الحديثة وبمشاركة طلاب وطالبات المدرسة، حيث نظمت الشركة مسابقة للطلاب المشاركين عبارة عن أسئلة تتعلق بالصحة الغذائية. حملتنا اسمها حملة مشروع شيف مندي. احنا في إنا برنامج على قناة رؤيا راح يعرض بتاريخ 15/11 اسمه مشروع شيف مندي. اليوم الحملة راح تنطلق بالمدارس المملكة، واليوم كان أول إيفنت بالمدارس الإنجليزية الحديثة. فئة الأعمار اللي استهدفناها من 13-15 سنة، وهاي الأعمار طبعا احنا كنا ما توقعنا صراحة إنه عندهم الكفاءات هاي بالطبخ. كما تضمنت المسابقة عروض طهي مباشرة من قبل الطلاب تعتمد على فكرة المشروع، ألا وهي زيادة مهارات الطهي للطلاب بطريقة عملية تحفيزية. رز مندي هو طبعا استخدموه الطلاب وشافوا قديش هو سهل بالطبخ، مش صعب كتير، بالإضافة إلى الميزات الموجودة فيه. وإحنا بنحاول نوصل المسج إنه هذا أرزنا صحي. وطبعا لما الشباب يسمعوا والصبايا يسمعوا من أخصائي التغذية وشيف بهذا الموضوع، بكون الموضوع ترست أكثر، لأنهم هلأ الشباب متجهين للوجبات السريعة أكثر من الأكل البيت. الحملة كانت بإشراف محكمين، كما تم توزيع الهدايا بالإضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقة الطهي الختامية، وذلك ضمن أجواء من المرح والحماس. يعني علموني قد هلأ في يعني وقتنا الحالي في كثير ما عم ناكل بطريقة صحية، وكيف لازم نزيد الخضار، وكيف لازم نتحرك أكثر ونكون أكثر صحيين بحياتنا. يعني أنا طبخت، عملت قليت كوسة وجزر، وحطيت بعض البهارات عليهم عشان يطلع إنه طعم زاكية، وحطيت قليت فليفلة حوالين الطبق، حوالين يعني قريب على الرز، وحطيت فيه بالنص الخضار اللي عملته، وقللت يعني كمية الرز عشان يكون أكثر صحي. قام الطالبين المتنافسين بخوض تجربة المنافسة. مشروع شيف مندي يعتمد على صقل مواهب الطلبة في مجال الطهي.